مين هي الست أو البنت اللي هتفوز معانا النهاردة في مسابقة الأربعين يوم؟ هنعرف دلوقتي حالا كالعادة، هما بيجيبوا لي الاختراع ده، بنكتب فيه أكبر عدد من الأسامي بتاعت الستات والبنات اللي بتقدم على المسابقة. بسم الله الرحمن الرحيم. الفائزة في مسابقة الأربعين يوما يوم 14/7/2018 تن 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 تن، أنا لسه ما لحقتش أقرا. أمل أحمد حسين، أمل أحمد حسين، مبروك يا حبيبتي، 40 يوم حياتك هتتغير إن شاء الله. بعديها هتخشي من باب، بعد الأربعين يوم تخرجي من باب تاني. هنعتني جدا ببشرتك. ده جابوا كمان صورة أمل على ال برافو، احنا فريق قوي يا جماعة، برافو. أمل ألف ألف مبروك، حياتك إن شاء الله تتغير تماما. نعتني جدا ببشرتك، نعتني جدا بشعرك.